يحكى أن مع إبراهيم جمال. يحكى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي غضب يوماً على معن بن زائدة، وقد كان رجلاً غنياً كريماً، فأرسل إليه يطلبه، فخاف معن من المنصور فخرج هارباً من بغداد بعد أن غير ملابسه ولبس ملابس الفقراء. وأثناء خروجه وهو راكب على جمله رآه أحد العبيد فتبعه وقبض عليه، فلما جلسوا في ناحية سأله معن: ما حاجتك لي أن تقبض علي؟ فقال العبد: أنت من يريده أمير المؤمنين، اتق الله عز وجل، وأين أنا من معن؟ والله إني لأعرفك جيدا. فلما رآه معن جادا قال له: هذا عقد من الجوهر، وهو يساوي أضعاف ما جعله المنصور من المكافأة لمن يقبض علي، فخذه ولا تكن سببا في قتلي. وأخرج معن العقد وأعطاه للعبد، فأخذه وتأمله ثم قال: لست قابله منك حتى أسألك عن شيء، فإن صدقتني أطلقت سراحك. فقال معن: اسأل ما تريد، إن الناس قد وصفوك بالجود والكرم، فأخبرني، هل وهبت مالك كله؟ بل بعض مالي. ما ذاك والله بكثير، وأنا والله رزقي كل شهر 20 درهما، وهذا العقد الذي أعطيتني إياه يساوي قيمته 1000 دنانير، وأنا أرده إليك وأطلق سراحك إكراما لجودك المأثور بين الناس، ولتعلم أن في هذه الدنيا من هو أجود منك فلا تعجبك نفسك فتغتر بها. فقال معن: يا هذا، والله قد فضحتني، ولا أن تقتلني أهون علي مما قلت، فخذ ما أعطيته لك فإني لا أريده. فضحك العبد وقال: والله لا أخذه ولا أخذ ثمنا للمعروف أبدا، ثم أطلقه ومضى في حال سبيله. يحكى أن مع إبراهيم جمال.